بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله نحل الدرس السادس من كتاب مندليف دفعة 2023، درس تفاعلات الحديد وأكاسيد الحديد. الدرس ده 108 سؤال، هنقسمهم على جزئين، كل جزء 54 سؤال. الجزء الأول من الفيديو اللي هو أول 54 سؤال هدربك على المعادلات بالتفصيل، والجزء الثاني بإذن الله هتتدرب بشكل أفضل على التحويلات، إزاي تحول من مركب لمركب بشكل سهل جدا عن طريق مخططات. السؤال الأول معانا: ليس للحديد النقي أي أهمية صناعية، ليه؟ ليه الحديد النقي بنسبة 100% ملوش أي أهمية صناعية؟ لأنه لين نسبيا وليس شديد الصلابة؟ هي دي الإجابة، يبقى الإجابة الصحيحة ألف. هل لأن درجة انصهاره مرتفعة؟ هو فعلا الحديد درجة انصهاره مرتفعة، بس ده مش السبب العلمي اللي يخليه ملوش أي أهمية صناعية. هل لأن كثافته مرتفعة؟ هو فعلا الحديد كثافته عالية، بس مش ده السبب اللي ملوش ايه اهميه صناعيه، السبب ان هو لين نسبيا. زي ما احنا شايفين في كتاب الوزاره، ليس للحديد النقي اي اهميه صناعيه لانه لين نسبيا، يعني ليس شديد الايه الصلابه، يسهل تشكيله. السؤال الثاني: اي من الاتي صواب عن الحديد؟ درجه انصهاره اعلى من 1500، صح، والكثافه بتاعته عاليه، صح، يبقى الاجابه الصحيحه هي الف. وزي ما انتوا شايفين درجة الانصهار بتاعة الحديد 1538، يعني أعلى من 1500، والكثافة بتاعته 7.87 جرام على سنتيمتر مكعب، يعني كثافة عالية. السؤال رقم 3: من الخواص الفيزيائية للحديد أنه لين نسبيا، صح، قابل للسحب والطرق، صح، له خواص مغناطيسية، صح، يبقى جميع ما سبق. موجود في كتاب المدرسة أن هو لين نسبيا، يسهل تشكيله، قابل للسحب والطرق، وله خواص إيه؟ مغناطيسية، يبقى كل دي خواص الايه الحديد. السؤال رقم 4: يختلف الحديد عن العناصر التي تسبقه في السلسلة الانتقالية الأولى في، يعني الحديد بيفرق عن العناصر اللي قبله في السلسلة في ايه؟ العناصر اللي قبله زي السكنديوم والتيتانيوم والفناديوم والكروم والمنجنيز، هل الحديد بيفرق عنه من كل محاليل مركباته غير ملونة؟ غلط، كل مركبات الحديد مركبات ملونة. انا قلت قبل كده ان كل مركبات المجموعة الثامنة مركبات بارامغناطيسية وملونة. هل جميع مركبات الحديد ضايا مغناطيسية؟ لا، كل مركبات الحديد بارامغناطيسية. هل ما بيديش حالة تأكسد تدل على خروج جميع الإلكترونات بتاعت الفور اس والثري دي؟ صح، دي معلومة صحيحة 100%. الحديد 4s2 3d6 ملوش حالة تأكسد موجب 8، اللي هو تدل على إن الإلكترونات خرجت كلها من الاس ومن الدي اللي هي الاتنين والستة، تمام؟ يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. هل يفرق عن اللي قبله إن هو بيكون سبائك استبدالية؟ أوكي، هو بيكون سبائك استبدالية، بس العناصر اللي قبله برضه بتكون سبائك استبدالية زي الكروم والمنجنيز، يبقى مش ده السبب اللي يفرقه عن العناصر اللي قبله. وزي ما احنا شايفين الخواص الكيميائية للحديد بخلاف العناصر التي قبله في السلسلة الانتقالية الأولى، لا يعطي الحديد حالة تأكسد تدل على خروج جميع إلكترونات المستويين الفرعيين 4s و3d اللي هم الثمان الكترونات اللي هم الاثنين في الاس والسته في الدي. وبيقول لي بعدها: خلي بالك ان جميع حالات التاكسد الاعلى من موجب 3 للحديد ملهاش اي اهميه. السؤال رقم 5: حاله التاكسد موجب 3 للحديد تدل على خروج الالكترونات منين ومنين؟ احنا عارفين ان الحديد نهايته 4s2 3d6، لما يجي يفقد 3 يفقد 2 من الاس و1 من الدي، يبقى خروج الكتروني ال4s ثم الكترون واحد من الايه من الثري دي، يبقى الاجابه الاولى هي الصح، يبقى الاجابه الصحيحه هي الف. السؤال رقم 6: جميع حالات التاكسد للحديد الاعلى من كم ليست ذات اهميه؟ لسه شايفينها حالا في كتاب المدرسه، الاعلى من موجب 3 ملوش اي اهميه ايه اقتصاديه. السؤال رقم 7: يتفاعل الحديد الساخن لدرجه الاحمرار مع الهواء او الاكسجين. الحديد لما يتفاعل مع الهواء او الاكسجين اللي هو يتاكسد يدلنا اكسيد حديد ايه مغناطيسي اللي هو Fe3O4. زي ما احنا شايفين الحديد لما يتاكسد باكسجين الهواء الجوي هيدلنا Fe3O4. وبالنسبه لعمليه الاكسده، انا مرتب لك الحديد حديد ثنائي حديد مغناطيسي حديد ثلاثي. عدد تاكسد الحديد هنا 0، الحديد الثنائي موجب 2، الثلاثي موجب 3. عدد تاكسد الحديد في اكسيد الحديد المغناطيسي تقريبا 2.7. انت عارف ان الاكسده هي زياده في عدد التاكسد. الحديد لما يتاكسد يطلع خطوتين يبقى Fe3O4، ده اللي هو السؤال. الاف اي او لما يتاكسد يطلع لاف اي 2O3، الاف اي 3O4 لما يتاكسد يطلع خطوه واحده لان مفيش فوق اكسيد الحديد 3، تمام؟
طب اكسيد الحديد 3 لو جه قال لك ان انا سخنته في الهواء مش هيحصل له حاجه، مش هيتاكسد. السؤال رقم 8، يتفاعل الحديد الساخن لدرجه الاحمرار مع بخار الماء ليعطي الحديد مع الميه، بيدي اكسيد حديد مغناطيسي مع الهيدروجين، يعني الحديد اعتبره بيتاكسد باكسجين مش الهواء الميه، ويدي اكسيد حديد مغناطيسي نفس السؤال اللي فات، والهيدروجين بتاع الميه ارميه بره، يبقى يدلنا اكسيد حديد مغناطيسي وايه وهيدروجين. زي ما انت شايف الحديد مع الميه عند درجه حراره 500 بيدي اكسيد حديد مغناطيسي مع ايه، مع غاز الهيدروجين. السؤال رقم 9، يتفاعل الحديد مع اللافلزات ويعطي الحديد، بيتفاعل مع اللافلزات زي الكبريت والكلور ويدي يا اما املاح الحديد 2 او املاح الحديد 3، مش 2 مع بعض. زي ما انتوا شايفين التفاعل مع الفلزات، الحديد مع الكلور بيدي كلوريد حديد 3، والحديد مع الكبريت بيدلنا كبريتيد الحديد 2، يبقى يدي ممكن ملح ثنائي او ملح ايه ثلاثي. طب هو هنا ادى ملح ثلاثي ليه؟ لان الكلور هنا عامل مؤكسد قوي، تمام، فيأكسد اي حديد ثنائي يطلع الى حديد ثلاثي. اما الكبريت عامل مؤكسد برضه، بس عامل مؤكسد ايه ضعيف، يأكسد الحديد الى اكسيد حديد 2 بس، مش ما يوصلش لثلاثة يعني. السؤال رقم 10، يتفاعل الحديد المسخن لدرجة الاحمرار مع الكبريت ليعطي FeS، لسه شايفينها حالا وده المعادلة قدامك مكتوبة، ومع غاز الكلور ليعطي كلوريد الحديد 3. هو بقى بيسألني ليه؟ اشمعنى هنا ادى FeS اللي هو حديد ثنائي، وهنا ادى حديد ايه؟ ثلاثي. أنا لسه قايل لك حالا هنا الحديد كان صفر بقى موجب 2، يبقى زاد يبقى حصل له عملية أكسدة. الكبريت كان صفر بقى سالب 2 يبقى أقل، يبقى حصل له اختزال، يبقى هو عامل مؤكسد، يبقى الكبريت عامل مؤكسد. نفس الطريقة هنا، صفر بقى موجب 3 يبقى حصل له أكسدة، يبقى عامل مختزل. أما الكلور كان صفر بقى سالب 1 قل، يبقى اختزال، يبقى عامل إيه؟ مؤكسد. يبقى الكلور والكبريت الاتنين عوامل مؤكسدة، بس الكلور عامل مؤكسد قوي، يأكسد أي حديد ثنائي يطلع إلى حديد إيه؟ ثلاثي زي ما أنت شايف كده. أما الكبريت عامل مؤكسد إيه؟ ضعيف. يبقى الإجابة الصحيحة هي ب. السؤال رقم 11، عند تسخين الحديد مع مسحوق الكبريت، لسه شايفين اهو قدامنا حديد مع كبريت يدلنا FeS، قال التفاعل ده أكسدة واختزال، صح، الحديد حصل له عملية أكسدة والكبريت حصل له عملية اختزال. طب هل هو اتحاد مباشر؟ صح برضه. طب ونعرف ازاي ان هو اتحاد مباشر؟ اعرفها كده، لو لقيت في الامتحان عندك اي معادلة A مع B يدلنا AB، يبقى ده اتحاد مباشر، يعني لقيت مادة مع مادة اتحدوا مع بعض، يعني عندك مادتين اهو اتحدوا مع بعض بقوا مادة واحدة، يبقى ده اسمه اتحاد ايه؟ مباشر. فعلا اف اي مع اس مادتين اهو اتحدوا مع بعض بقوا مادة واحدة، يبقى ده تفاعل اتحاد ايه؟ مباشر. يبقى الإجابة الصحيحة هي د، ألف وباء معا. تفاعل الإحلال البسيط، ده عنصر مع مركب يدي عنصر المركب، لما يجي أمثلة عليها أشرحه بالتفصيل. عكس المعادلة اللي أنا كاتبها دي اسمها انحلال، يعني اي بي يتكسر إلى اي زائد بي، ده اسمه انحلال. تلاقي مركب مثلا انحل بالحرارة إلى 2 أو 3 أجزاء، تمام، يبقى ده اسمه انحلال أو تفكك. السؤال رقم 12، عند تفاعل الحديد الساخن لدرجة الإحمرار مع غاز الكلور، لسه كاتبين المعادلة حالا، يتكون كلوريد حديد 3. الكلور شغال إيه هنا؟ شغال عامل مؤكسد، لأن هو كان صفر بقى سالب 1، يبقى قل، يبقى اختزال، يبقى عامل مؤكسد، لما قلنا ان هو عامل مؤكسد اقوى من الكبريت. السؤال رقم 13، يتفاعل الحديد مع الاحماض ويعتمد الناتج على، تفاعل الحديد مع الاحماض يفرق على حسب نوع الحمض وتركيز الحمض، يبقى الاجابه الصحيحه هي جيم. اشرح لك ازاي. لو انت جيت تشوف مثلا تحت هنا الحديد اهو، لما يجي يتفاعل مع حمض الكبريتيك يفرق من مركز لمخفف، يعني مع المركز حمض الكبريتيك المركز يدي كبريتات حديد 2 وكبريتات حديد 3 واس او 2 وميه، نفس الحمض المخفف يدينا بس كبريتات الحديد 2 مع غاز الايه؟ الهيدروجين. طيب هنا فرقت من مركز لايه؟ لمخفف، ازاي بقى نوع الحمض؟ تعال شوف مثلا حمض الهيدروكلوريك يفرق تماما عن حمض الكبريتيك، يعني مثلا هنا المخفف والمركز ما تفرقش، هيدوا نفس الناتج FeCl2 مع H2. فالحديد مع الأحماض يفرق على حسب نوع الحمض وإيه وتركيزه. السؤال رقم 14، عند تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف، لسه موريها لك في المخطط، بيدي كبريتات حديد 2 زائد H2. بيقول لي ليه بقى بيدي كبريتات حديد 2 وما يديش كبريتات حديد إيه؟ 3. إحنا قلنا هيطلع FeSO4 مع H2. H2 ده عامل مختزل، أي حديد ثلاثي هيطلع هيختزله إلى ثنائي.
فيفضل كل الانتاج حديد ايه؟ ثنائي، يبقى لان الهيدروجين الناتج عامل ايه؟ مختزل. نشوف المعادله. شوف كده، الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف هيدي كبريتات الحديد 2 مع غاز الهيدروجين. السؤال بيقول لك ليه حديد ثنائي؟ ليه مش حديد ثلاثي؟ هنقول لان الهيدروجين اللي طلع ده عامل مختزل، يختزل اي حديد ثلاثي يطلع الى حديد ايه؟ ثنائي، فالانتاج كله كمحلول يبقى حديد ايه؟ ثنائي. السؤال 15 بيقول لي يذوب الحديد في الاحماض المعدنيه المخففه، لسه قلناها حالا لثالث مره، اللي هو الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف مثلا، يدي املاح حديد 2 مع غاز، غاز مين؟ الهيدروجين. لسه شايفنا غاز الهيدروجين ده صفاته ايه بقى؟ صفاته ان هو بيشتعل بفرقع لما نقرب منه شاذيه ايه؟ مشتعله. يبقى الاجابه الصحيحه هي الف. السؤال رقم 16 جميع العبارات التالية صحيحة عند تفاعل برادة الحديد مع حمض الكبريتيك المركز الساخن، ما عدا، لسه موريلك المعادلة دلوقتي، الحديد مع حمض الكبريتيك المركز الساخن بيدي كبريتات حديد 2 و3 و SO2 ومية. بيقول لي يتكون خليط من كبريتات الحديد 2 وكبريتات الحديد 3، صح. يتكون غاز أو يتصاعد غاز رائحته نفاذة، صح. الـ SO2 ريحته نفاذة وهنعرف عنه تفاصيل كتير في الباب التاني بإذن الله. يتصاعد غاز يعكر ماء الجير اللي هو ثاني أكسيد الكربون، هل طلع ثاني أكسيد الكربون؟ لا، يبقى الإجابة اللي اختارها هي جيم. يتكون خليط من محلولين أحدهما أصفر باهت والآخر أخضر، صح. من عارف إنه يطلع كبريتات الحديد 2 وكبريتات الحديد 3، وانت دارس قبل كده في جدول الألوان إن الـ Fe موجب 3 لونه أصفر أهو، والحديد الثنائي لونه ايه؟ اخضر، يبقى يطلع محلول لونه اصفر ومحلول لونه ايه؟ اخضر. السؤال رقم 17 يحدث للحديد خمول كيميائي عند اضافة مين؟ عند اضافة حمض النيتريك المركز له. حمض النيتريك المركز بيعمل خمول كيميائي للحديد، هو بيتفاعل تفاعل لحظي يكون طبقة من الاكسيد، الطبقة دي غير مسامية تمنع استمرار التفاعل، وبشيل الطبقة دي عن طريق الحك او حمض الهيدروكلوريك الايه؟ المخفف. السؤال رقم 18 طبقة الخمول المتكونة عند تفاعل الحديد مع حمض النيتريك المركز. أنا قلت حديد مع حمض نيتريك مركز هيعمل خمول كيميائي لأنه بيكون طبقة من الأكسيد، يبقى أحد أكاسيد الحديد. السؤال 19 بقى بيقول لي الطبقة دي أشيلها إزاي؟ أنا قلت بطريقتين، يا إما الحك يا إما إضافة إيه؟ حمض الهيدروكلوريك المخفف. يبقى الإجابة باء وجيم، يبقى أختار الإجابة دال، باء وجيم معا. السؤال رقم 20 أي الاختيارات التالية صحيحة عن تفاعل الحديد؟ الحديد مع حمض الكبريتيك المركز قلنا هيدي كبريتات حديد 2 و3 و SO2 مية، يبقى يتصاعد غاز الـ SO2، يبقى باء وجيم ينفعوا. مع حمض النيتريك المركز هيكون خمول كيميائي، هيكون طبقة من الإيه؟ من الأكسيد، الطبقة دي قلت إيه؟ غير مسامية تمنع استمرار التفاعل بعد كده، فعشان كده بتعمل خمول، يبقى الإجابة باء، أتأكد. الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف هيدينا كبريتات الحديد 2 ويتصاعد غاز الإيه؟ الهيدروجين، يبقى الإجابة الصحيحة هي باء. السؤال 21 أي الاختيارات التالية صحيحة عن تفاعل الحديد؟ الحديد مع الكلور قلنا هيدي كلوريت حديد 3، يبقى الإجابة يا ألف يا باء. مع الكبريت هيدلنا FeS، يبقى الإجابة ألف، أتأكد. الحديد مع HCl مخفف، مخفف او مركز مش هتفرق، هيدلنا FeCl2 ويتصاعد غاز الايه؟ الهيدروجين، يبقى الاجابه الصحيحه هي الف. السؤال 22 يتفاعل الحديد المسخن لدرجه الاحمرار مع بخار الماء عند درجه حراره 500، قلناها من شويه، هيدلنا ايه؟ Fe3O4. لما قلت لكم الحديد اعتبره هيتاكسد باكسجين الماء ويدلنا Fe3O4 وارمي ال H2 بره، يبقى يدلنا Fe3O4 مع H2، الـ H2 غاز هيتصاعد. قال لي بقى ضيف على المادة الصلبة اللي طلعت اللي هي الـ Fe3O4، ضيف عليها حمض الكبريتيك المركز. الـ Fe3O4 لما يتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز الساخن هيدلنا إيه؟ أنا عارف إن أكسيد الحديد المغناطيسي ده عبارة عن خليط من أكسيد حديد 2 وأكسيد حديد 3، وعشان كده أصلاً بنسميه أكسيد الحديد المختلط، فلما يتفاعل مع حمض الكبريتيك هيديني ملح مختلط، يعني هيديني كبريتات الحديد 2 وكبريتات الحديد 3 ومية، يبقى الإجابة الصحيحة هي مين؟ هي جيم.
وزي ما انتم شايفين في المخطط FE304 لما يتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز الساخن هيدي لنا كبريتات حديد 2 و3 وبخار الماء. مع العلم ان المخطط ده هيحل لك ان شاء الله كل الاسئله بتاعت التحويلات، بس المعادلات فيه مش موزونه، ده بيبين لك بس ده هيتحول لده. السؤال 23: اي من الاتي يمثل المعادله الرمزيه الموزونه الصحيحه التي توضح تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المركز الساخن؟ وريت لكم في المخطط دلوقتي ان الحديد لما يتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز هيدي لنا كبريتات حديد 2 و3 واس او 2 وميه. نشوف الوزن بتاعه، هنلاقي الوزن الصحيح هو الاجابه ايه؟ A. وزي ما احنا شايفين في كتاب المدرسه ادى الحديد مع حمض الكبريتيك المركز يدي لنا ثنائي وثلاثي واس او 2 وميه، وهنا 3.8 وهنا 4.8 اللي هي ممكن نقول 38 48 الوزن بتاعها يعني. وانت عندك دي موجوده في كراسه المفاهيم اللي هتدخل بيها في الامتحان ان شاء الله، يبقى دي المعادله الموزونه. السؤال 24: ما اسم الملح الناتج من تفاعل فلز الحديد مع الكبريت؟ كتبنا المعادله النهارده اكتر من مره، Fe زائد S يدي لنا FeS. الحديد هنا ايه؟ عدد تأكسده موجب 2، يبقى ده اسمه كبريتيد الحديد 2، يبقى كبريتيد الحديد الثنائي، يبقى الاجابه ألف. السؤال 25: أي من التفاعلات الكيميائية التالية لا تتضمن حدوث عمليات أكسدة للحديد؟ اتحاد الحديد مع الكبريت بالتسخين، لا ده فيه أكسدة واختزال، الحديد بيتحول من صفر إلى موجب 2، يبقى حديد زائد كبريت يدلنا FeS. الحديد هنا كان صفر بقى موجب 2، يبقى زاد، يبقى حصل له عمليات أكسدة، يبقى مش هينفع أختار ألف وبقول لي لا تتضمن حدوث عمليات أكسدة للحديد. تفاعل الحديد الساخن مع غاز الكلور، الحديد مع Cl2 هيدلنا بالتسخين FeCl3، الحديد هنا تحول من صفر إلى موجب 3، يبقى حصل له عملية أكسدة، يبقى مش هينفع أخترق، مع العلم إن المعادلات اللي أنا كاتبها مش موزونة، تمام؟ إحنا بس بنشوف حصل أكسدة ولا اختزال ولا إيه بالظبط. تفاعل براد الحديد مع HCl، هذا الحديد مع ال HCl، تمام؟ هيدلنا FeCl2 مع H2، الحديد هنا تحول من صفر إلى موجب 2، يبقى حصل له أكسدة، يبقى مش هينفع أختار، تمام؟ عموما الوزن هنا 3 وهنا 2، اضرب هنا في 3 وهنا في 2 وحط 2 جنب الحديد، وهنا حط 2 هنا هتلاقي المعادلة اتوزنت، يبقى أكيد الإجابة الصحيحة هي د، تحميص الليمونايت. كنا قلنا قبل كده في عمليات التحميص إن بيحصل عملية أكسدة ما عدا خام الليمونايت، بيحصل له التحميص ونسبة الحديد بتزيد بس بدون أكسدة. طيب الليمونايت كان 2Fe2O3 3H2O، لما كنا بنحمصه يعني بنسخنه بشدة في الهواء كان بيدلنا 2Fe2O3 اللي هو الهيماتايت مع 3H2O على هيئة بخار، يبقى أنا حولته من ليمونايت إلى هيماتايت. لو شفت الحديد هنا هتلاقي عدد التأكسد موجب 3 وهنا موجب 3، يبقى ما حصلش عملية إيه؟ أكسدة. السؤال 26: كيف تميز بين حمض الكبريتيك المخفف والمركز؟ عند حمضين كبريتيك، واحد مخفف واحد مركز، عايز اميز بينهم. بيقول لي ضيف عليهم برادة حديد لده ولده وشوف الغاز الناتج من كل واحد فيهم. صح. طيب نتأكد كده بالمعادلات، هنلاقي الحديد مع حمض الكبريتيك المركز هيدي ثنائي وثلاثي وغاز الـ SO2 مع مية، يبقى طلع لي غاز SO2 ده نفاذ الرائحة، والغاز ده سهل الأكسدة، بيحول ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك من اللون البرتقالي إلى الأخضر، لأنه بيتحول من كروم موجب 6 إلى كروم موجب 3 أخضر اللون، يعني أقدر أكشف عنه. أما لو أنا فعلته مع حمض الكبريتيك المخفف هيطلع لي FeSO4 اللي هي كبريتات الحديد 2 مع غاز الهيدروجين اللي هو بيطلع بفرقعة ولهب لما بقرب منه شظية إيه؟ مشتعلة. يبقى هنا الغازين مختلفين عن بعض واقدر اكشف ده له خواص مختلفه عن ده، يبقى الاجابه الاولى دي صح. السؤال 27: الحمض واي لا يتفاعل مع الحديد بسبب ظاهره تكون طبقه فوق سطح الفلز تمنع استمرار التفاعل، يبقى يقصد الخمول الكيميائي للحديد، يبقى الحمض ده حمض الايه؟ النيتريك المركز اللي هو كونسنتريتد HNO3، بس يفضل يقول يحصل تفاعل لحظي، يعني هو مش موضوع لا يتفاعل، هو بيتفاعل تمام، بس هو التفاعل بيبقى لحظي وبعدين يقف، فالحته دي ممكن تتعدل شويه تمام. بينما الحمض اكس يتفاعل مع الحديد ويدي نوع واحد من الاملاح، يبقى اكيد ده حمض مخفف،
ما هو لو كان حمض الكبريتيك المركز كده ملح ثنائي وملح ثلاثي، هو بيقول لي نوع واحد من الاملاح، يبقى كده الحمض ده حمض ايه؟ مخفف مش مركز. طيب حمض النيتريك المركز، حمض النيتريك المركز، يبقى الاجابه يا الف يا دال، ده الحمض واي. الحمض اكس، هل هو حمض الكبريتيك المركز؟ لا، ما هو لو كان حمض الكبريتيك المركز كان ادى نوعين من الاملاح، يبقى اكيد هو حمض الهيدروكلوريك الايه؟ المخفف. يبقى الاجابه الصحيحه هي دال. السؤال 28، يتفاعل الحمض اكس مع الحديد مكونا نوع واحد من الاملاح، قلنا يبقى حمض مخفف، يعني مثلا حمض الكبريتيك المخفف مثلا. تمام، ويتفاعل الحمض واي مع الحديد مكونا خليط من ملحين، يبقى اكيد ده حمض مركز، يبقى حمض الكبريتيك الايه؟ المركز. انا كده عرفت من الحمض اكس ومن الحمض واي. هو بقى بيقول لي لو الحمض اكس وواي دول اتفاعلوا مع الاف اي 3 او 4 ايه اللي هيحصل؟ طيب واحده واحده كده، الاكس انا قلت ان هو حمض الكبريتيك المخفف، وقلت ان الحمض واي هو حمض الكبريتيك المركز. طيب الاف اي 3 او 4 لما يتفاعل مع حمض الكبريتيك المخفف يدي ايه؟ لا يحدث تفاعل، ده ما بتفاعلش الا مع الاحماض المركزه. طب مع المركز هيدي كبريتات حديد 2 و3 وميه، يبقى يتفاعل مع اكس غلط، يتفاعل مع الواي صح، ويعطي ملح ثنائي لا، ده اصلا اكسيد مختلط فيدي ملح مختلط كبريتات حديد 2 و3 وميه، يبقى دي كمان غلط. اكس يتفاعل غلط، يتفاعل مع الواي وما يتفاعلش مع الاكس صح، يبقى الاجابه الصحيحه هي دال. وزي ما احنا شايفين ال Fe3O4 ده اكسيد الحديد المختلط، لما يتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز الساخن هيديني خليط من ملح ثنائي وملح ثلاثي مع ايه؟ مع ميه، ما يديش ملح ثنائي بس، يدي خليط من الاثنين. السبب العلمي ان اكسيد الحديد المغناطيسي واكسيد الحديد 3 ما بيتفاعلوش الا مع الاحماض المركزه لان الصفه القاعديه فيهم ضعيفه. طب ونعرف منين ان الصفه القاعديه ضعيفه؟ كل ما عدد التاكسد يزيد الصفه القاعديه تقل، يعني مثلا ال FeO ده يتفاعل مع المخفف والمركز لان صفته القاعديه عاليه فيتفاعل مع اي حمض. تمام، طب صفته القاعديه عاليه ليه؟ لان عدد التاكسد بتاعه قليل، فيبقى صفته القاعديه عاليه فيتفاعل مع المخفف والمركز. اما Fe2O3 و Fe3O4 ما بيتفاعلوش غير مع المركز بس. السؤال 29، عند إضافة محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز، هي برمنجانات البوتاسيوم دي بتشتغل إيه في الكيمياء؟ بتشتغل كعامل مؤكسد، والله لو لقت حاجة ينفع تتأكسد هتأكسدها. ولما بتتفاعل برمنجانات البوتاسيوم بيزول اللون البنفسجي للبرمنجانات، ماشي؟ إحنا هنضيف برمنجانات البوتاسيوم دي على مين؟ قال لي على محلول المادة إكس، أيوة مين المادة إكس دي؟ قال لي دي المادة اللي هتطلع لما تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف، ماشي؟ قلنا النهارده أكتر من مرة إن الحديد لما بيتفاعل مع حمض الكبريتيك المخفف هيدلنا ملح ثنائي بس، كبريتات الحديد 2 مع اللي هو أكيوس سوليوشن، يبقى دي المادة إكس. قال لي المادة إكس دي بقى حط عليها برمنجانات البوتاسيوم KMNO4 اللي هي موجودة في وسط إيه؟ حامضي. ده حديد ثنائي يتأكسد ولا لأ؟ يتأكسد ويتحول إلى حديد إيه؟ ثلاثي، ما هو برمنجانات البوتاسيوم ديت عامل إيه؟ مؤكسد، يبقى يدلنا Fe2SO4x3 اللي هي كبريتات الحديد 3. فبيقول لي أي ما يلي صحيح في نهاية التجربة، لا يحدث تغير في عدد تأكسد الحديد في محلول المادة إكس، غلط، تتغير من موجب 2 لموجب إيه؟ 3، ما هو دي كبريتات الحديد 2 ودي كبريتات الحديد 3 اتأكسدت لأنها اتفاعلت مع عامل مؤكسد. طيب بيقول لي يحتوي المحلول الناتج على أيونات الحديد 2، غلط، المحلول الناتج النهائي دي أيونات حديد 3. تصبح المادة الناتجة ضاية مغناطيسية، لا ده حديد ثلاثي عنده 5 مفرد يبقى بارة، ومن غير أصلا ما أحسب مفرد أنا قلت كل مركبات المجموعة التامنة مركبات بارة مغناطيسية. يحتوي المحلول الناتج على أيونات الحديد 3، فعلا دي كبريتات الحديد 3، يبقى الإجابة الصحيحة هي دال. السؤال رقم 30، عند تفاعل برادة الحديد مع مسحوق الكبريت فإن الحديد يعمل ك،
ادى الحديد مع الكبريت لو انا سخنتهم مع بعض هيدلنا FeS. هو بيسألني على الحديد، اقول له والله الحديد كان صفر بقى موجب 2 يبقى زاد، يبقى حصل له عملية اكسدة، واكسدة يبقى عامل ايه؟ مختزل. يبقى الاجابة الصحيحة هي ب. السؤال 31، عند تفاعل الحديد الساخن مع غاز الكلور، الحديد مع الكلور قلناها النهاردة اكتر من مرة بيدي كلوريد الحديد 3. بيقول لي بعد كده كلوريد الحديد 3 ده انا فعلته مع محلول هيدروكسيد الامونيوم اللي هو NH4OH. يلا ده تفاعل تبادل مزدوج، هات موجب الاول مع سالب الثاني وموجب الثاني مع سالب الاول، يبقى هيدلنا FeOH الكل 3 اللي هو راسب جيلاتيني بني محمر، يبقى هيدينا هيدروكسيد الحديد ايه 3 مع كلوريد الامونيوم اللي هو NH4Cl مع وزن المعادله طبعا. او ممكن توصل بسهوله جدا عن طريق المخطط اللي قلت لك عليه، هو بيقول لي حديد مع كلور والناتج فعلته مع هيدروكسيد امونيوم يدي ايه؟ ده المخطط، وده الحديد مع الكلور ادى كلوريد حديد 3، كلوريد حديد 3 مع هيدروكسيد امونيوم ادالك هيدروكسيد حديد ايه 3. السؤال 32، اي العبارات الاتيه صواب؟ يمكن اذابه الحديد في حمض الهيدروكلوريك المخفف. فعلا الحديد بيتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف ويدلنا FeCl2 مع H2. طيب وينتج عن ذلك محلول اصفر اللون. غلط، الحديد هنا حديد ثنائي، والحديد الثنائي شفناه في الجدول من شويه لونه اخضر. يبقى يمكن اذابه الحديد في حمض الهيدروكلوريك المخفف وينتج عن ذلك محلول اخضر اللون، صح. يبقى الاجابه الصحيحه هي ب. السؤال 33، المركب الذي يستخدم كلون احمر في الدهانات من الاكسيد اللي لونه احمر؟ اكسيد الحديد 3، اما اكسيد الحديد 2 واكسيد الحديد المغناطيسي دول لونهم اسود، الاف اي او ده مسحوق لونه اسود. السؤال 34، اي التفاعلات التاليه ينتج عنها اكسيد حديد مغناطيسي؟ وجايب لي اف اي 2 او 3 مع سي او، سي او ده عامل مختزل، يبقى احنا بنتكلم دلوقتي على الايه؟ الاختزال. الاختزال بيفرق على حسب درجه الحراره اللي انت حاططها على السهم، هل هي 230 ل 300 ولا 400 ل 700 ولا اعلى من 700؟ طب تعالوا نشرحها بالكامل عمليه الاختزال عشان هتريحنا الفيديو اللي جاي ان شاء الله. انا رتبت لكم الحاجات دي، قلنا على حسب عدد التاكسد، هنا صفر، هنا موجب 2، هنا موجب 2.7، هنا موجب 3. الاختزال هو نقص في عدد التاكسد، يعني هنزل لتحت. لو انا بادئ من ال Fe2O3 وعايز انزل لتحت، لو 230 ل 300 درجه الحراره تنزل ل Fe3O4. اي حاجه من 400 ل 700 تنزلك ل FeO. عايز حديد يبقى درجه الحراره اعلى من 700. طب لو انا بادئ من ال Fe3O4، انا قلت لو عايز اوصل لل FeO لازم درجه حراره من 400 لكام؟ ل 700. طب عايز انزل من ال Fe3O4 لحديد يبقى درجه الحراره لازم تكون اعلى من 700. نرجع لسؤالنا، هو بيقول لي اكسيد حديد 3 مع CO عن درجه حراره من 230 ل 300 هنزل خطوه واحده، يبقى Fe3O4 والسي او ده هتبقى CO2، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة، هو عايز أكسيد الحديد المغناطيسي. طب ما تيجي نكمل بنتدرب على المعادلات، أنا بادئ بـ Fe2O3 وهنا CO عند درجة حرارة أعلى من 700، أعلى من 700 هتنزلك لحديد والسي او هتبقى CO2. طب هنا من 400 ل 700، أي حاجة من 400 ل 700 هتجيب لك أكسيد حديد 2 والسي او هتبقى CO2 مع وزن المعادلات طبعًا. أكسيد حديد 3 لو أكسدته، ما بتأكسدش، ده أكسيد حديد 3 مستقر ما بتأكسدش، يبقى الإجابة الصحيحة هي إيه؟ السؤال 35، أي المركبات الآتية ينتج عن تسخين كبريتات الحديد 2؟ الـ FeSO4 لو اتسخن بيدلنا أكسيد حديد ثلاثي اللي هو Fe2O3 وSO2 وSO3، يبقى الإجابة الصحيحة هي ب، وهوريلكم المعادلة دلوقتي. زي ما انتم شايفين كبريتات الحديد 2 لو اتسخنت بتدلنا اكسيد حديد 3 وSO2 وSO3. عايزك تعرف مجموعه ملاحظات مهمه جدا جدا على المعادله دي. كبريتات الحديد 2 ده ملح، الملح ده غير عضوي ما فيهوش كربون، لما بيتسخن بيطلع 3 اكاسيد، واحد منهم صلب واثنين غاز. عايزك تعرف ان الاكسيد ده اكسيد قاعدي لانه اكسيد فلز، يعني معظم اكاسيد الفلزات بتبقى قواعد، والاس او 2 والاس او 3 دول اكاسيد حمضيه، دي اكاسيد لا فلزات، تمام؟ وعايزك تعرف ان المعادله دي انحلال حراري لان ماده اتكسرت لاجزاء اهو، واكسده واختزال،
لان الاف اي تحول من موجب 2 الى موجب 3، والكبريت هنا تحول من موجب 6 الى موجب 4 فقل، يبقى اختزال. يبقى المعادله دي انحلال حراري واكسده واختزال. يبقى زي ما قلنا كبريتات الحديد الثنائي تتسخن تدلنا اكسيد حديد ثلاثي اللي هو Fe2O3 مع ثاني اكسيد الكبريت اللي هو SO2 مع ثالث اكسيد الايه الكبريت اللي هو SO3. السؤال رقم 36، اي من الاختيارات الاتية ليس صوابا عن اكسيد الحديد الثنائي؟ ال FeO اللي هو اكسيد الحديد 2 هل يوجد في الهيماتايت؟ غلط طبعا، ده الهيماتايت ده اكسيد حديد 3 مش اكسيد حديد 2. طب ال FeO مسحوق اسود لسه قايل لكم من شوية، يتاكسد ويطلع لثلاثي؟ ما بيدوبش في المية، كل اكاسيد الحديد ما بتدوبش في المية. السؤال 37، عند اضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف الى اكسيد الحديد 2، اكسيد الحديد 2 لما يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف هيدلنا FeCl2 مع H2O. ما هو حديد ثنائي هيدي ملح ثنائي، لو حديد ثلاثي هيدي ملح ثلاثي، لو حديد مختلط يدي ملح مختلط. يبقى هنا هيدلنا FeCl2 بيقول لي محلول لونه اخضر، اما انا عارف لان ده حديد ثنائي وانا عارف من الجدول ان الحديد الثنائي لونه اخضر، بيقول لي مين الايون المسؤول عن اللون الاخضر؟ اكيد هو الحديد الايه؟ الثنائي. يبقى الاجابه الصحيحه هي ج. السؤال 38، الترتيب الصحيح لاكاسيد الحديد حسب نسبه الاكسجين فيها هو؟ طيب احنا ازاي بنحسب نسبه الاكسجين او ازاي بنحسب نسبه عنصر جوه مركب؟ بنجيب كتلة العنصر واضربها في 100 واقسمها على كتلة المركب. يعني مثلا Fe2O3 عايز احسب نسبة الاكسجين اللي جواه، هو في كم اكسجينة؟ 3. يبقى جيب كتلة الاكسجين اللي هو 3 في 16 بيبقى جايب لك الكتل في الامتحان، دي اسمها كتلة الاكسجين، اضربها في 100 واقسمها على الكتلة الكلية اللي هي 3 في 16 اللي هم 3 اكسجين زائد 2 في 56 اللي هي كتلة مين؟ الحديد، عندي 2 حديد و3 اكسجين، اضرب ده في ده على ده هيطلع لك 30%. احسب بقى نسبة الاكسجين في كل مركب من الثلاثة، هيطلع لك هنا 30% وهنا 27.6 وهنا 22.2. يبقى الاجابة الصحيحة هي باء. السؤال 39، يوجد تنوع في الخواص الفيزيائية والكيميائية لاكاسيد الحديد، عندي حديد ثنائي وحديد ثلاثي وحديد مختلط اللي هو المغناطيسي، هو بيقول لي اي من اكاسيد الحديد فري مغناطيسي، يعني ايه فري ماجنتيك؟ ايوه يعني ايه برضو، يعني بيشتغل كمغناطيس. احنا قلنا مين الخامه اللي هي لها خواص مغناطيسيه؟ اللي هي الاف اي 3 او 4 ده له خواص ايه؟ مغناطيسيه. يبقى الاجابه الصحيحه هي ج. السؤال رقم 40، اي اكاسيد الحديد له التركيب البلوري الاتي؟ شوف النسبة بين كل واحد والتاني، يعني شوف النسبة بين الحديد والأكسجين وانت تعرف يقصد أنهي مركب. لو انت لاحظت في الشكل اللي قدامك هتلاقي عندك واحدة أحمر واحدة أزرق، واحدة أحمر واحدة أزرق، واحدة أحمر واحدة أزرق، يعني النسبة 1:1. مين اللي نسبته 1:1 بين الحديد والأكسجين؟ هو أكسيد الحديد الثنائي. يبقى الإجابة الصحيحة هي باء. السؤال 41، أي أكاسيد الحديد يوجد بشكل طبيعي في معدن الهيماتايت؟ الهيماتايت هو اكسيد الحديد 3، سهله جدا دي. يبقى الاجابه الصحيحه هي ج. ما ناتج اكسده؟ المركب الناتج من تسخين الحديد في الهواء الجوي، يعني سخن الحديد في الهواء واللي يطلع اكسده، يعني اكسد الحديد والمركب اللي يطلع اكسده تاني. طيب ما احنا عارفين ان الحديد لو اتاكسد بيدلنا Fe3O4، المركب الناتج هو Fe3O4، اكسده بقى هيدلنا Fe2O3، يبقى المركب النهائي هو Fe2O3 اللي هو اكسيد الحديد ايه 3. يبقى الاجابه الصحيحه هي ج. السؤال 43، ملح عضوي للحديد اصفر اللون يمكن تحضيره بتفاعل حمض الاوكزاليك مع الحديد، الملح ده هو اوكزالات الحديد 2، الملح ده ملح عضوي لان فيه كربون، تمام؟ عند تسخين هذا الملح بمعزل عن الهواء يسود لونه بسبب ايه؟ انا عارف ان اوكزالات الحديد 2 لو سخنتها بمعزل عن الهواء هيدلنا FeO وCO وCO2 والFeO لونه اسود، يبقى السبب في اللون الاسود هو مين؟ FeO. وزي ما انتم شايفين اوكزالات الحديد 2 لو اتسخنت نو اير بمعزل عن الهواء بيدلنا FeO وCO وCO2، بيدلنا ثلاث اكاسيد برضو، واحد صلب واثنين غاز، وده اكسيد قاعدي وده هو اكسيد حامضي وده هو اكسيد متعادل،
اللي هو السي او ده، تمام؟ والاف اي او عارفين ان لونه ايه؟ اسود، يبقى اتغير لونه للون الاسود بسبب تكون مين؟ الاف اي او. السؤال رقم 44، عند تسخين اكزالات الحديد 2 في الهواء يدي ايه؟ خلي بالك ما بقولكش بمعزل عن الهواء، بقول لك في الهواء. احنا لسه شايفين حالا لو اتسخن بمعزل عن الهواء بيدي اف اي او وسي او وسي او 2. طب في الهواء؟ في الهواء يبقى لو الحاجه ينفع تتاكسد هتتاكسد. الاف اي او احنا عارفين ان هو بيتاكسد الى ايه؟ اف اي 2 او 3. والسي او هيتاكسد الى ايه؟ سي او 2. يبقى النواتج النهائيه تبقى اف اي 2 او 3 مع سي او 2. يبقى الاجابه الصحيحه هي ايه؟ هي ج. السؤال 45، عند تسخين عينه من اكزالات الحديد 2 في الهواء، برضو قال لي في الهواء اهو، يبقى يدي اكسيد حديد 2 بعدين يتاكسد الى اكسيد حديد ايه؟ 3. فاي الاشكال التاليه تعبر عن تغير كتله العينه بمرور الزمن؟ عايزين نشوف الكتله قلت وبعدين زادت. طب لو زادت زادت اكتر من الاول خالص ولا قد ايه بالظبط؟ طيب نكتب المعادلات الموزونه ونحسب الكتله. طيب انا عندي اكزالات الحديد 2 COO COO FE. الاول لما انا بسخنها بمعزل عن الهواء اللي هو نو اير، بمعزل عن الهواء، كانت بتدلنا FeO مع CO مع CO2. طب في الهواء يقوم ال FeO يتاكسد باكسجين الهواء الجوي ويدلنا Fe2O3. ما ينفعش احسب كتل دلوقتي الا لما المعادلات تكون موزونه. 2 حديد احط هنا 2، 2 و2 4 اكسجين، وهنا 3 احط هنا نص. وقلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات واللي قبله ان ما ينفعش تجمع معادلتين الا لما اللي خارج هنا يبقى نفس اللي داخل هنا. يعني هنا خارج وحده اف اي او، ازاي دخلوا 2 هنا؟ ما ينفعش، يبقى لازم المعادله الاولى دي تتضرب في كام؟ في 2، عشان الموضوع يبقى متناسب مع بعض وتبقى معادلات منطقية. نحسب الكتلة بقى، هنعمل ايه؟ دي كانت الكتلة في الاول اللي هي المادة ده، بعدين اتحولت لدي، بعدين دي اللي هي 2 اف اي او دي تحولت الى اف اي 2 او 3. دي كتلة المادة. تعال نحسب بقى اكزالات الحديد 2، هتقول له والله 56 اللي هو حديد زائد 4 في 16 اللي هم الاربعة اكسجين زائد 2 في 12 اللي هو مين؟ الكربون. اضربهم بقى في 2 لان دول 2 مول، يطلعوا معاك 288 جرام. ماشي، بقوا مين؟ بقوا اف اي او، الاف اي 56 زائد 16 الاكسجين، بعدين اضربهم في 2 هيطلعوا معاك 144 جرام. تمام. طيب ال 144 جرام اللي انت دخلتهم من المعادله الثانيه ده بقوا كام؟ بقوا 1 مول من الاف اي 2 او 3 اللي هو 2 في 56 زائد 3 في 16، يطلعوا معاك 160 جرام. يبقى انت كان معاك 288 جرام، نزلوا ال 144 جرام، بعدين طلعوا ال 160 جرام وثبتوا على كده في الاخر. تمام؟ يبقى الاجابه الصحيحه هي الف. ولو ان مقياس الرسم ده محتاج ينزل شويه كده، يعني ال 160 قريبه من الايه؟ من ال 144، يعني تبقى تطلع سنه كده وتنزل. بس هي عموما ما زالت اقل منين؟ من الكتله اللي بدانا بيها. اما الاجابه بقى دي ما تنفعش خالص، ده كده بيقول لك ان الكتله النهائيه كانت اكبر من الابتدائيه اصلا. لا، النهائيه عندي 160 والابتدائيه كانت 288، يبقى الاجابه الصح والادق هي الاجابه ايه؟ الف. السؤال رقم 46، يمكن تحضير اكسيد الحديد 2 اللي هو FeO عن طريق كل مما يلي ما عدا اختزال اكسيد الحديد المغناطيسي عند درجه حراره 500 اللي هي من 400 ل 700. انا قلت اي حاجه من 400 ل 700 كاختزال هتنزلني لمين؟ للاف اي او، يبقى دي صح. فبقول لك كله صح ما عدا تسخين الحديد في الهواء اللي هو تفاعل الحديد الساخن مع الهواء، يعني هيتاكسد. الحديد لما بيتاكسد بيدلنا اف اي 3 او 4 مش اف اي او، يبقى دي غلط. يبقى الاجابه الصحيحه هي ب. نكمل. الانحلال الحراري لكربونات الحديد، كربونات الحديد اللي هي اف اي سي او 3، لما نسخنها نو اير بمعزل عن الهواء يدلنا اف اي او مع سي او 2. وكل ده هوريه لكم في المخطط دلوقتي. واكزالات الحديد 2 قلنا ان هي لما بتتسخن بمعزل عن الهواء كانت بتدي اف اي او مع سي او مع سي او 2، يبقى فعلا بتدي اف اي او. زي ما احنا شايفين في المخطط ادا اكزالات الحديد 2 وادا كربونات الحديد 2، لو اتسخنوا بمعزل عن الهواء بيدوا ايه؟ اف اي او.
اما الاثنين دول لو اتسخنوا في الهواء يبدوا اف اي 2 او 3، لان الاف اي او اللي هيطلع ده هيتاكسد الى اف اي 2 او 3. السؤال 47، كل المركبات التاليه يتغير فيها عدد تاكسد الحديد عند تسخينها في الهواء ما عدا كبريتات الحديد 2. قلنا النهارده لما بتتسخن بتتحول الى اف اي 2 او 3 مع اس او 2 مع اس او 3، يبقى عدد التأكسد اتغير ولا لأ؟ اتغير من موجب 2 إلى موجب ايه؟ 3. يبقى كل ده صح، فبقول كله صح ما عدا. طيب الـ Fe3O4 لو اتأكسد بيتحول إلى Fe2O3. هنا ده أكسيد حديد مختلط، يعني ثنائي وثلاثي، وقلنا لو عايزين نحسبها كانت 2.7 تقريبًا، اتحول إلى موجب 3، يعني المهم في الآخر اتغير. طيب كربونات الحديد 2 قلنا حالا لو سخناه بمعزل عن الهواء هتدي اف اي او، ما كانش هيتغير عدد التاكسد، لكن هو بيقول لي في الهواء يبقى تدي اف اي 2 او 3، يبقى عدد التاكسد اتغير من موجب 2 الى موجب 3. اما اف اي او اتش لكل 3 لو اتسخنت في الهواء بتديني اف اي 2 او 3، ده موجب 3 لسه موجب ايه؟ 3، يعني عدد التاكسد ما اتغيرش. نشوفها في المخطط، ادي هيدروكسيد الحديد 3 لو اتسخن بيدلنا اكسيد حديد 3 برضه، فعدد التاكسد ايه؟ ما اتغيرش. السؤال 48، اي من المركبات التاليه لا يتغير فيها العزم المغناطيسي للحديد عند تسخينه بشده في الهواء؟ لا يتغير العزم يعني عدد الالكترونات المفرده ما اتغيرتش. طيب الحديد لو انا سخنته بشده في الهواء هيتحول الى Fe3O4، وده خليط من اكسيد حديد 2 مع اكسيد حديد 3، وانا عارف ان اكسيد الحديد 3 في 5 مفرد، والحديد العادي اللي هو ده في 4 مفرد، يبقى 4 مفرد بقى 5 مفرد، يبقى عدد الالكترونات المفرده اتغير، يبقى العزم اتغير. طيب اكسالات الحديد 2 لو اتسخنت بشده في الهواء مش هتدي اكسيد حديد 2 بقى، ده الثانيه دي في معزل عن الهواء، هنا بقول لي في الهواء، يبقى تدي اكسيد حديد 3. يعني الحديد الثنائي بقى ثلاثي، يعني 4 مفرد بقى 5 مفرد، يبقى العزم اتغير. كربونات الحديد 2 تسخين بشده في الهواء مش هتدي اكسيد حديد 2، هتدي اكسيد حديد 3. يعني حديد ثنائي بقى حديد ثلاثي، يعني 4 مفرد بقى 5 مفرد، يبقى العزم اتغير. دي بقى زهقنا منها النهارده والحصه اللي فاتت واللي قبلها. ده مين؟ ده الليمونايت. الليمونايت لما بيتحمص يعني يتسخن بشده في الهواء، كل الحكايه ان انت بتشيل النقطه دي وتحط مكانها علامه زائد، يعني بتحول من ليمونايت الى هيماتايت، هي اكسيد حديد 3 اكسيد حديد 3، بس هنا متهدرت وهنا غير متهدرت. تمام، يعني الحديد ثلاثي يعني 5 مفرد، لسه حديد ثلاثي يعني 5 مفرد، يبقى العزم ما ايه ما اتغيرش. السؤال رقم 49، عند تسخين اكسالات الحديد 2 بمعزل عن الهواء، والله بمعزل عن الهواء، يبقى هيدي اف اي او، ثم معالجة المادة الصلبة الناتجة اللي هي الـ FeOD مع HCl مخفف لسه واخدين المعادلة دي من شوية، هيدلنا FeCl2 مع H2O. لو عايز توزن المعادلة حط هنا 2، ماشي، يبقى هيدلنا كلوريد حديد 2 وإيه وما، يبقى الإجابة الصحيحة هي إيه؟ ألف. السؤال رقم 50، أي الترتيبات التالية صحيحة للحصول على الحديد من أكسالات الحديد 2؟ لو عايز توصل للإجابة بسرعة جدا ركز في المخطط. أنا معايا أكسالات حديد 2 أهو وعايز أوصل لحديد، يبقى أول حاجة أسخن بمعزل عن الهواء هيدينا FeO. الـ FeO ممكن أختزله عند درجة حرارة أعلى من 700 يجيب لي حديد أهو، بس المعادلة دي مش في الكتاب. المعادلة اللي في الكتاب إن FeO يتأكسد، لو اتأكسد هيدينا Fe2O3، وبعدين اختزل الـ Fe2O3 عند درجة حرارة أعلى من 700 يجيب لي Fe اللي هي المعادلة بتاعة الفرن العالي. يبقى انحلال حراري، أكسدة، ثم اختزال عند أعلى من إيه؟ من 700. يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال 51، عند أكسدة الـ FeO أسود اللون بيتأكسد إلى Fe2O3 اللي لونه إيه؟ أحمر. سؤال سهل جدا، يبقى الإجابة الصحيحة هي بقى. السؤال 52، ملحان للحديد اكس واي احدهما ملح عضوي، هنعدل السؤال بس مش احدهما، هنقول ان الملح اكس ملح عضوي، يبقى ده اكسالات الحديد 2، ينحل بالحراره بمعزل عن الهواء ويدي ايه؟ 3 اكاسيد فعلا، FeO وCO وCO2،
يبقى الملح اكس هو اكزالات الحديد ايه؟ 2. ماشي. طيب الملح واي، الملح واي ده غير عضوي وبرضه بينحل بالحراره الى 3 اكاسيد، كان مين؟ كان كبريتات الحديد 2، خدناها من شويه، كان بيدي اكسيد حديد 3 واس او 2 واس او 3. يبقى الاجابه الصحيحه هي ايه؟ هي ب. السؤال 53، عند اضافه هيدروكسيد الامونيوم الى كلوريد الحديد 3 هيدلنا ايه؟ موجب الاول هياخد سالب الثاني، الاف اي هتاخد او اتش وتبقى اف اي او اتش لكل 3 دراسب جيلاتيني بني محمر. الناتج اللي طلع ده بقى اللي هو الناتج الصلب اللي هو اف اي او اتش لكل 3، لو انا سخنته عند اعلى من 200 يدلنا اكسيد حديد 3 اللي هو لونه ايه؟ احمر ولا يذوب في الماء، لان انا قلت لكم ان كل اكاسيد الحديد ما بتذوبش في الايه؟ في الميه. برضو نفس الفكره، عايز توصل للاجابه بسرعه شوف المخطط، هو بيقول لي كلوريد الحديد 3 وتحته او اي ملح ثلاثي عموما اتفاعل مع هيدروكسيد الامونيوم هيدي ايه؟ هيدي هيدروكسيد حديد 3. قال لي بقى المركب اللي طلع ده اللي هو الصلب ده سخنه عند درجه حراره اعلى من 200 يبقى يديك اكسيد حديد ايه؟ 3. يبقى دور في الاجابات على اكسيد حديد 3 او معلومه بنفس المعنى ده. السؤال 54، اخر سؤال معانا النهارده. اكس وواي مركبان من مركبات الحديد. المركب اكس ملح غير عضوي للحديد، عند تسخينه بيدي 3 اكاسيد لسه قايلهم لك حالا اللي هو اف اي اس او 4. يبقى الاجابه تكون يا الف يا باء. كان بيتسخن وبيدلنا اكسيد قاعدي اللي هو اف اي 2 او 3 و2 اكسيد حامض اللي هو اس او 2 واس او 3. ماشي. الواي بقى مين؟ قال لي اكسيد من اكاسيد الحديد. طب ما الاثنين دول اكاسيد للحديد. قال لي لما بسخنه في الهواء بيتغير لونه الاحمر، اكيد مش ده، ده اصلا لو اتسخن في الهواء مش هيتغير لونه، هو اصلا لونه احمر، مش يتغير لونه للون الاحمر، يبقى اكيد ده، ده اللي اسود ويتحول الى اف اي 2 او 3 اللي هو لونه ايه؟ احمر. يبقى الاجابه الصحيحه هي ب. كفايه كده في الفيديو ده، نكمل الفيديو اللي جاي باذن الله، بالتوفيق والنجاح دايما ان شاء الله.